السلام عليكم. جتني بعض الاستفسارات عن أنواع الاستجماتيزم بعد تغريدة حطيتها في حسابي في تويتر، معلش الصوت رايح فيها. فباختصار، لو افترضنا هذا مريض عنده قصر النظر بمقاس 5 درجات، ففي البداية لازم لما نعمل التنسكوبي لازم نعرف الوركينج ديستنس حقنا. فللتبسيط، لو اعتبرنا واحد الوركينج ديستنس حقه -2، فحنبدا بالستريك كذا شكله حق الريتينوسكوب، ونبدا نحركه فيرتيكالي. فلو حركناه اجنس ديس ميريديان، ف وذ ماينس 3 لينس وي ويل نيوترلايز ذس ميريديان، لان ماينس 3 مع ماينس 2 حق الوركينج ديستنس حقنا حصل ماينس 5. ماينس 5 هي اللي حنكتبها على الباور كروس. لو رحنا للاذر ميريديان وذس ستريك شيب نفس الشكل كذا وبدنا نحرك كذا، حنحصل برضو ان الميريدين ل 90 ديجري حنحصل برضو نيوترلايز. فمعناها هذا كل الميريدينز نيوترلايز وذ ماينس 5، فمعناها المريض هذا عنده قصر نظر فقط وما عنده انحراف. يجي على اول نوع من انواع الاستجماتيزم او الانحراف اللي هو السمبل مايوبيك استجماتيزم. فلو هذا المقاس حقه، لو سترايك الميريدين هذا، فحنحصل انه الميريدين هذا نيوترلايز بعدسه زائد 2. فلو خدنا الوركينج ديستنس حصير زائد 2 مع ناقص 2 حيصير 0، بالتالي حنكتب 0 على هذا. 0 معناها انه الفوكال لاين هذا يقع على الرتينا. في الجهه الثانيه، لو رحنا الجهه الثانيه، حنحصل انه المريدين هذا نيوترلايز بعدسه ناقص 3 مع الوركينج ديستنس حصير ناقص 5، بالتالي هذا ناقص 5، بالتالي مايوبيا حيكون الفوكال لاين هذا قدام الرتينا. فبالتالي لو واحده من البوينت على الرتينا وواحده قدام الرتينا حصير هذا سمبل مايوبيك استجماتيزم. النوع الثاني اللي هو الكومباوند مايوبيك استجماتيزم، لو بيشنت بالمقاس نظارته هذا، فالمريدين هذا راح نحصل انه يتعدل بعدسه زائد 1 مع الوركينج ديستنس حصير ناقص 1 مع الوركينج ديستنس ناقص 1 مع الوركينج ديستنس ناقص 2 حصير ناقص 3. نكتبها هنا، فناقص 3 هذا مايوب، فحيصير ان فرنت، هذا الجرين حيصير ان فرنت اوف ذا ريتينا لانه مايوب. المريدين الثاني ناقص 5 معناها العدسه اللي تعدلت فيها ناقص 3 مع الوركينج ديستنس ناقص 2 صار ناقص 5، فبرضه مايوب حيصير برضه قدام الريتينا. فلو تو فوكال لاين قدام الريتينا حيصير هذا اللي نسميه كومباوند مايوبيك استجماتيزم. النوع الثالث اللي هو السمبل هايبروبيك استجماتيزم، لو مريض مقاس نظارته هذا، فمعناها مره اخرى المريدين هذا راح يتعدل بعدسه زائد 10 مع ناقص 2 ورق الدستنت حيصير ناقص، حيصير زائد 8، هي اللي حنكتبها على الباور كروس. وهنا حنحصل ان المريدين هذا يتعدل بعدسه زائد 2 مع ناقص 2 ورق الدستنت حيصير بلينو. فبلينو معناها الفوكال لاين هذا حيصير على الرتينا، والفوكال لاين هذا حيصير خلف الرتينا. فإذا واحدة من الفوكال لاين على الرتينا وواحدة خلف الرتينا، هذا اللي هو سمبل هايبروبيك استجماتيزم. الرابع اللي هو الكومباوند هايبروبيك استجماتيزم، لو مريض هذا مقاس نظارته وهذا، وجينا نعدل النيوترلايز الباور على باور كروس، في نيوترلايز ديس ميريديان حنحصل ان زائد 10 ناقص 2 زائد 10 لينس مع ناقص 2 وركينج ديستنس حصل زائد 8، هي اللي تعدل ديس ميريديان. وزائد 5 عدسه بزائد باور زائد 5 مع ناقص 2 وركينج ديستنس حنعدل الميريديان هذا. لو لاحظ الميريديان هذا بالاحمر خلف الرتينا، والميريديان هذا بالاخضر ايضا خلف الرتينا، فاذا تو فوكال لاين خلف الرتينا هذا نسميه كومباوند هايبروبيك استجماتيزم. النوع الخامس والاخير اللي هو الميكست استجماتيزم، ميكست تايب استجماتيزم، لو مريض عنده نظارته بهذا الشكل بهذه الباور، لو جينا نعدل الميريديان، الميريدين هذا راح يتعدل بعدسه زائد 5 مع ناقص 2 وركينج ديستنس حيصير زائد 3، والميريدين هذا راح يتعدل ببلين ولينس مع ناقص 2 وركينج ديستنس حيصير ناقص 2. فلو نلاحظ الفوكال لاين حقت الميريدين هذا ماينس، فبالتالي ان فرونت اوف ذا ريتينا، والبلين هذا الفوكال بلين هذا بالبلس، فبالتالي خلف الريتينا. فلو واحد قدام الريتينا واحد خلف الريتينا، this what we call it mixed type astigmatism. أخيرا، لو عندنا الباور كروس هذا شلون نحوله إلى glass prescription؟ ببساطة، حنا دائما لما نكتب على الباور كروس دائما نضيف الworking distance على العدسة اللي تعمل neutralization لإيتش meridian. حنضيف الworking distance هنا وبرضه هنا. فهنا مثلا زائد 3 على 90، نكتب زائد 3 وهنا الميريد الأكسس حقه 90،
بعدين من زائد 3 إلى ناقص 2 احنا قاعدين ننزل، ننزل بمعناها ماينس والفرق بينهم 5 فنكتب ماينس 5. بالعكس لو ردنا التحويل من الجلاس بريسكريبشن إلى التوتال، إلى التوتال باور كروس، زائد 3 90 نفس الشيء نكتب زائد 3 90، وبعدين المريدين الثاني اللي هو الفرق بينهم زائد 3 ناقص 5 حيصير ناقص 2 هو اللي نكتبه هنا. خلاصة الموضوع يمكن هذا يكفي، لو أعطاك جلاس بريسكريبشن زي كذا وتبغى تعرف ايش نوع الاستجماتيزم هذا، دائما حولها الى باور كروس، وبعدين ببساطه طالع بس في الاشاره، الاشاره حقت هذا زائد معناها خلف الرتنا، الاشاره حقت هذا ناقص معناها قدام الرتنا، فواحد خلف الرتنا وواحد قدام الرتنا، فمعناها this is mixed type استجماتيزم، والباقي زي ما ذكرنا. اعتذر عن الاطاله، اتمنى الموضوع ان شاء الله كان واضح، واهلا وسهلا باي سؤال.